تفقد محافظ البيضاء عبد الله علي إدريس أوضاع وأحوال نزلاء الإصلاحية المركزية بردع. وفي الزيارة أكد محافظ البيضاء على ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع السجناء والتنسيق مع الأجهزة القضائية في سرعة البت في إنجاز القضايا للسجناء، وحث إدارة الإصلاحية على مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لنزلاء الإصلاحيات. وأكد المحافظ إدريس أهمية تلبية احتياجات نزلاء السجن المركزي التي يحتاجونها بما يكفل تحسين أوضاعهم وتمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة في الجوانب الصحية والعلاجية وغيرها.